مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اليوتيوب ديالي. في هذا الفيديو غادي يكون عباره عن فلوغ، غادي نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي غنديرو في النهار ديالي اليوم. اول حاجه درتها هي انني دوشت اليوم الصباح، صراحه ما مشيتش لليونيفرسيتي كنت عيانه، ف دابا يا دوشت. انا غادي نبارطاجي معكم الشامبوان اللي كندير، شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل في الدوش ديالي، وابخي ما غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل في الدوش. غادي نلبس سويتشر ديالي فيت في، وغادي نمشي للسونتر ديال المدينه حيت غادي نمشي باش نصيب شعري، حيت دابا راه مازال فازق ومع غدا مازال عندي لونيفرسيتي وداكشي، غادي نمشي نصايبو. وغادي نمشي باش غادي نحيد الجيل فوالا، وغادي ندير مانيكور عاديه باش الظفار يبقاو نقيين. سو غتقولوا لي شيماء مالك واش ما جاكش البرد لابسه بحال هكا، ونقول لكم وي راه عارفه راه حيت وزقات بارده وداكشي وبدا عندنا الثلج وهذا. المهم ما كاينش الثلج دابا راه حيت كيطيح وكيدوب مع درجه الحراره التغيير، داكشي علاش ما كيبقاش دابا باقي، ما جا داك الوقيته اللي غادي يبقى المدينه كامله تبان لكم هذا. ف دوشت ومع الدار عندي سخونه، دونك دابا غادي نلبس سويتشيرت فوق مني ما تخافوش. دونك لبست هاد اللبسه ديالي ديال سبور كولون مع الطوب الفوقاني، ودابا غادي نلبس سويتشيرت. المهم وما درت لا ميك اب صراحه لا والو، هانتوما شوفوا حبوب مازال صراحه كنحاول نلقى شي بوماد اللي تجي ليا معوجي باش تحيد لي هاد الحبوب هذا، مازال ما لقيتش. الا لقيت غادي نبارطاجي معكم بيان سور. سو بلا ما نطول عليكم مقديه بزاف، يلا نمشي نوريكم الشامبوان اللي بديت كنستعمل مؤخرا، ونبارطاجي معكم لي برودوي اللي كنستعمل في الدوش، اي ابري نمشيو للسونتر ديال المدينه باش نقادو هاد الامور كاملين. فخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش ما تفوتوا حتى شي حاجه اللي غنبارطاجيها معكم في هاد الفيديو. وكنبغي نقول للناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه اول مره يشوفوا لي فيديو ديالي، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ضغطوا على الزر الاحمر الضوء الابيض، فعلوا زر الجرس اللي كاين حداه باش يوصلكم اي جديد كنحطو على القناه ديالي على شكل الاشعارات. ديروا لايك الا عجبتكم الفيديو، بغينا نوصلوا ل 2000 لايك ان شاء الله في هاد الفيديو. تيقه فيكم اللي زعما تقدروا ديروها نوصلوا ل 2000 لايك، وخليوا لي لي كومونتير زوينين ديالكم راه كنقراهم وكنجاوب عليهم كاملين. او ليتس جو، يلا نبداو الفيديو ديالنا. بزيات سو جايز، بالنسبه للشامبوان اللي بديت كنستعمل مؤخرا هو هذا، سميتو سيوس، و جو بونس كو كاين غير في تركيا صراحه، حيت ما عمرني انا شفتو في المغرب. الا لقيتوه في المغرب راه زعما بون افير، ريحته زوينه وجالية مع شعري فوالا. هذا هو اللي كنستعمل. بالنسبه للجيل دوش كنستعمل هذا ديال بي بيوتي، صراحه قرب يسال لي خصني نعاود ناخذو. و كاينه هاد المشيطه هذه ديالي هي اللي كندخل معايا للدوش، صراحه واخا كيقول لك انا ما مزيانش انك تمشط شعرك في الدوش، مي بون بعض المرات انا كنبغي نمشطو من التحت فوالا. اي بالنسبه لوجهي كنستعمل هاد جيل نيتوايون ديال لاغوش بوزي، هذا هو اللي كنستعمل ايفا كلار فوالا. سوري زامي بلا ما ديو عليك الروينه اللي كاينه مريحه، انا صراحه ما جمعتش البيت ديالي. فدابا يلا نطلقوا باش نمشيو للسونتر ديال المدينه، نمشي نصيب شعري ونصيب ظفاري، وغادي نبارطاجي معكم كلشي بيان سي، وما غننسى لكم حتى شي حاجه. سو ليتس جو بيزايات جايز. مهم انا راه وجد دابا يا درت القب ديال الكابيشون فوق راسي على باش ما دابنيش البرد، راه حيت الجو عندنا بارد برا، لبست الجاكيت ديالي. المهم هذا الكابيشون اللي قلت لكم يس. سو ليتس جو، غنمشي دابا باش ناخذ الطوبيس باش نمشي للسونتر ديال المدينه، وباش ما نتعطلش على الغونديفو حتى ديما 5:30، ودابا راه 4:45 دقيقه، سو كي خصني نمشي دغيا. ليتس جو بيزايات. صالون باش نصيب ظفاري هما الاولين صوبالا، انا كنتسنى دابا يا السيده باش تصيب ليا. المهم هذا صراحه احسن صالون اللي كنجي عندو، دعوا كنتيق فيهم كيصيبو لي داكشي زوين. من بعد ديك الساعه غادي نصيب شعري. Thank you.
زامي هذا مهم راه مكيت دفاري شوفوا كيفاش جاو بحال هكا. المهم راه دفاري مازال خصهم يطوالوا وغنديروا هاد لاكولور هادي. زامي الصراحه ما عرفتش علاش صبغتهم ولكن المهم تهيت هاد اللون هذا ومع دفارين تقصار ما جاش معاهم هاد اللون. ما بو مهم يبانو دفارين نقيين احسن من داك الشو هادي كان فيهم. سو مهم ثاني الدفار دابا غادي نمشي باش نصيب شعري. شوفوا لي زامي عطاتني هادو باش نبقى نبرد دفاري ونقي دفاري وهذا سو كيوت. واحد البنت سميتها حبيبه ظريفه بزاف. جايز مهم كنا شفتو راني طيبت دفاري ودابا كنتسنى باش نصيب شعري. غنصيبو بوكلي ما غنصيبوش مفرحه في بوكلي. جايز جيت ناخذ بوط شوفوا هذا كي جاكم على ود الشتا دابا ما عنديش شي واحد كلهم تقطعوا ليا. سو شوفوا هذا قول لي كيفاش جاكم وانا جربت حتى هذا الكحل ما عرفتش جو بونس كناخذ الكحل اللي غيقدر يجيني مع كل شيء. انا لبست ثاني ونوريكم. فوالا شوفوا كيفاش جا انا ناخذ الكحل صراحه جا زوين بزاف عجبني. سو دابا باش جلست في القهوه دابا غنوريكم شعري كيفاش جا. فوالا صراحه عجبني الدري اللي كيصيب لي ديما شعري كيصيبو لي زوين وهاد المره صيبته بوكلي اوف جادو صراحه. دابا جيت القهوه باش غادي ناكل غنوريكم شنو غادي نختار باش غادي نتعشى غنتعشى شي حاجه خفيفه كما قلت لكم. سو ليتس جو نختار مع بعضياتنا. سو جايز بغيت عاوتاني نبارطاج معكم شي حاجه جديده في القهوه اللي كناكل فيها ديما. سو هاد المره غادي ناخذ هادي اللي هي كارشك تشيتير سي بي تي غنوريكم شنو كيكون فيها. نورمال كيكون فيها الخيط نوغيت لعيبات وصافي هادي غادي ناخد. ليتس جو راه صراحه فيا الجوع. سو جايز المهم راه جات دارت لي السيرفيس ديال لاطابل وعطيتها لا كوموند ديالي فوالا. بالنسبه للعشاء ديال هاد اليوم هو هذا سي بي تي كتكون بحال هكا فيها فخيت فيها هاد لي سيغار فيها الدجاج فيها بحال شو سميتو السجق اللي كنقول لهم ديالهم همايا. المهم بصحتي نمشي ناكل. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, مرتاح شويه ومازال عندي شي خدمه خصني نخدمها على ود غدا. سو المهم يلاه نوض نمشي للدار. غايز جيت ناخذ من سوبر مارشي ماي فافوريت درينك انرجي درينك و صافي هادشي غناخذ وقيلا ناخذ الماء ما بقاش عندي ما في الدار. ذاتس ات انا يلاه وصلت. عييت والبرد سم 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 جايز هاي. المهم لقيتوني انا دابا يلاه وصلت للدار وبغيت نبارطاجي معاكم عاوتاني البوط اللي خديت ونبارطاجي معاكم حتى الثمن حيت نسيت ما قلتو لكم باش كنت جالسه كناخدو حيت دزت صراحه خديتو بالزربه. فدابا غادي نبارطاجي معاكم هو ونبارطاجي معاكم حتى البخي ديالو بالليره وبشحال كيساوي بالدرهم المغربيه. سو لي زامي ها هو البوط هكا شوف كيفاش كيجي طويل وفيه السيور وداكشي
خديت انا نمره 39 والكحل حيت كيجي مع كلشي داكشي علاش سبقت الكحل هو الاول. فوالا ها هو كيفاش داير. بالنسبه للثمن خديته ب 490 ليره واللي غادي نخلي لكم هنايا غنخلي لكم بشحال كتساوي بالدرهم المغربي حتى انا صراحه ما كنعرفش ما عرفتش دابا شحال واصل. وما تنساوش تقول لي في الكومونتير كيفاش جاكم كيجاكم السيل ديالو اللعباس ومازال راه غادي نحط لكم به ان شاء الله بوست في انستغرام ديالي. بالنسبه للناس اللي ما دايرش ليا فولو انستغرام راه كنحط فيه كلشي تما اكثريه زعما هاد لي ستوري اليوميات ديالي كلشي. ها هو الانستغرام ديالي غنخليه لكم هنايا دخلوا ديروا ليا فولو باش تبقاو متبعين معايا اليوميات ديالي وتبقاو تشوفوا لي بوست اللي كنحط باللبسات والحوايج اللي كنشري. فوالا سوري زامي اخر حاجه غنبارطاجي معكم في هذا الفيديو باش نسالي معكم هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم واحد لي ماسك اللي كناخذهم من غراتيس واللي كنت ديجا يمكن وريته لكم في الفيديو ديال جوله في غرفتي. سو هاد لي ماسك هادو هما هادو ديال عندي هادو ديال تحت العينين ديال لي سيرن عندي هذا ديال لي بوانوار وهذا ديال الوجه كاين هنا ديال الحامض وهنا كاين ديال الدلاح. انا صراحه ما غاديش ندير دابا هادو ديال وجهي وما غاديش ندير ديال بوانوار حيت لي بوانوار انا صراحه ما عنديش باش منو اللي كيخرج لي لي بوانوار صراحه. غندير هذا ديال العينين صراحه اول مره غادي نجربو وغادي نجربو معكم دابا يا فوالا ها هو كيفاش داير هو اللي غادي نجربو معكم. كيجي على هاد الشكل هذا فانا غادي ناخذ وحده هكايا وغادي نجي ناخذ الثانيه حتى هي بحال هكا فوالا فوالا لي زامي هذا بوغ لي سيغن اول مره صراحه غادي نجرب هاد هاد لي ماسك ديال تحت العينين اول مره صراحه. ومع ان لا مارك اللي خديت من عندها ديال كوريا فانا صراحه كنثق بالمنتوجات ديال كوريا راكم عارفين زعما كيكونوا بيرفكت هما يعني في وجههم في داكشي فداكشي علاش صراحه قلت واي نوت غادي ناخذو. فوالا هذا بالنسبه النايت روتين ديال هاد الليله هادي فيها غير الماسك ديال لي سيرن وصافي. هذيك اخر حاجه اللي غنديرها كيفاش راني كليت برا يعني ما بقاتش شي حاجه غنديرها في الدار من غير انني غادي نقرا الكتاب ديالي اللي كنقراه ديما اللي هو ديرمي. انا بصراحه بالمغرب وانا مازال كنقرا بصحه بصحه علاش حيت كل صفحه فيها كتعطيك واحد الموتيفاسيون فانا ما كنبغيش نزرب حيت هاد النوع ديال الكتب هادو كيجوني انا ما يمكنليش نقراهم في دقه واحده كيخصني كل نهار نقرا وحده زعما صفحه وحده اللي فيها موتيفاسيون باش نبقى مركزه عليها. مثلا هذيك الموتيفاسيون اللي قريتها اولا داك النصيحه اللي عطاوني في داك الصفحه غادي نمشي غنطبقها غدا مثلا اولا نبقى عاقله عليها ولا شي حاجه. مشي الا جيت قريت الكتاب كامل ما غاديش نستافد. فداكشي علاش كل ليله قبل ما ننعس كنقرا صفحه وكتكون فيها شي نصيحه ولا كتكون فيها شي حاجه فلا غد ليه كنفيق صراحه موتيفيا وانني فهمتي شي حاجه زعما راه الحياه بوزيتيف. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو شحال من واحد صراحه شافوا عندي وعجبوا الكتاب راه هو هذا غنخلي لكم تصويرته هنايا هو ديرمي وباش زوين باش زوين انه كاين مكتوب بالانجلي وبالعربيه اون ميم طون. دونك الناس اللي باغيين يطوروا اللغه الانجليزيه ديالهم صراحه كيعاون بزاف. مثلا بحال اللي كندير انا كنمشي كنقرا بالانجلي ولا بريبور ديال الوقت كنفهم كاينين شي كلمات ما كنفهموش اولا شي افعال اول مره غنشوفهم كنمشي كنشوف الترجمه بالعربيه باش كنفهم داك الفعل شنو كيعني. فبحال هكا غادي تقدروا تعلموا الانجليزيه بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموها بالزربه. اي فوالا هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. عرفت راه طولت عليكم الهضره بزاف كنهضر بزاف في بزاف ديال الهضره مي بون كيعجبني صراحه نهضر معكم بحال هكايا. وكما قلت لكم كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. كنحاول ما امكن ما نبقاش نغبر عليكم حيت كتطلبوا مني فيديوهات بزاف وما كنبغيش نخسر لكم خاطركم حيت نتوما متابعين زوينين بزاف. وبالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جدوا اول مره يشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. الناس اللي ما كيعرفوني سميتي شيماء واذا كنتوا باقي ما اشتركتوش في القناه هبطوا ضغطوا على واحد الزر الاحمر كاين اللي تحت ضغطوا عليه باش نكبروا العائله ديالنا وفعلوا زر الجرس اللي كاين في الجنب ديالو باش يوصلكم
الاشعارات ديال الفيديوهات اللي كنحط جداد، وخليو لي الكومونتير ديالكم الزوينين راه كنقراهم وكنجاوب عليهم كاملين، وكنفرح صراحه ملي كنشوف التعليقات الزوينين ديالكم، اكثر هي التعليقات زعما ايجابيه الحمد لله. وما تنساوش ديروا لايك لا فيديو الى عجبتكم، وكما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو بغينا هذا الفيديو نوصلوها ل 2000 لايك، ثقه فيكم باللي يمكن لكم ديروها ونوصلوا هذا الفيديو ل 2000 لايك. سو هذا هو التحدي ديال هذا لا فيديو هذه، ونختم معكم لا فيديو ونقول لكم تهلاو عليا في راسكم، وتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بيزويات. Thank you.